بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بهذه المناسبة رفع المن على انتدابات فريق المغرب أتلتيكو تطوان، وكذلك تأهيل كل لاعبين. أتقدم بالتهنئة للجماهير ديالنا التطوانية كلها على الدعم ديالها وعلى المواكبة ديالها لهذه الأحداث اللي كانت أحداث ماشي بالسهلة. وأغتنم هذه الفرصة باش نقدم جزيل الشكر إلى كل فعاليات اللي ساهمت معنا من بعيد أو قريب في هذا رفع المنع اللي في الحقيقة كان ماشي سهل، تجاوز 1,700,000,000 سنتيم. وأخص بالذكر السيد رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية السي عبد السلام بلقشور اللي قدم الدعم ديالو خصوصا في الدقائق الأخيرة باش رفعنا المنع. كذلك أتقدم جزيل الشكر إلى جنود الخفاء واللي ما كيبانوش في الصورة، السيد والي ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، السيد عامل إقليم تطوان، السيد رئيس جماعة تطوان، السيد رئيس المجلس الإقليمي، جندي الخفاء اللي في الحقيقه واكب معنا هذه المرحله هذه بكل نفس وبكل روح المواطنه، السيد والي ولايه امن تطوان اللي صراحه كل الكلمات ما يمكنش تعبر على الدعم ديالو اللي كان كيواكب معنا على كل في كل الخطوات. وهذا باش نذكر الجماهير بان هذا الورش هذا كان من اهم الاوراش بعد الجمع العام، خصوصا كما قلت ان يعني المبلغ صعيب جدا 1,700,000,000 تم التسويه ديالو، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على العمل الجبار اللي قام به السيد رئيس يوسف أزروال وكذلك كل أعضاء المكتب المديري. ومهد المنبر كنطالب الجماهير ديالنا الدعم ديالها المعنوي، خصوصا المعنوي، والحضور ديالها بملعب الأمبيكا كما شفتوا يعني في المقابلات الأمس. الحمد لله الانتدابات كانت جد مهمة وكانت كتخص بعض الأماكن داخل رقعة الملعب، لاعبين ولاد الناس مخضرمين باغين يتقاتلوا من أجل هذه المدينة، كيفتخروا بأنهم كينتميوا نتشاكيتا الفريق المغرب أتلتيكو تطوان، هذا الفريق اللي كان موتوا عليه كاملين بينا. احنا عشنا ليالي شهور ما كنعسوش مواكبين هذا الورش هذا، يعني حاولنا ما امكن اننا نفرحوا الجماهير ديالنا. هذه بدايه، مازال الكثير ان شاء الله، عندنا طموحات كبيره في هذه السنه هذه، لما لا الاستضافه ضمن الفرق الاولى في البوديوم، وكذلك الذهاب بعيدا في كاس العرش، لاننا كما قلت الفريق ديالنا فريق أتلتيكو تطوان يعني ما كيرضاش باي اي اي نتائج. كنعرفوا بان الجماهير طموحه وباغيه تحقق نتائج، حنا معكم وكنتمنوا انكم تكونوا معنا كجماهير تطوانيه.